الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة مع محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا دينا وشكرا أدا. إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في العدد الجديد من مجلاته الدورية آفاق اقتصادية معاصرة، استعرض أبرز الخبرات الدولية والإقليمية في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة. تضمن العدد الإشارة إلى أن إقرار المناطق الاقتصادية الخاصة يعد خطوة فعالة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، كما تمت الإشارة إلى الأهمية الاستراتيجية لتلك المناطق ودورها الفاعل في تشجيع الاستثمار وتوفير بيئة تشغيل ملائمة للأعمال. في أسواق المال أنهت البورصة المصرية التعاملات على تباين بختام التعاملات، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي، بينما ارتفع مؤشر EGX 70 وEGX 100 وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.751 تريليون جنيه. على صعيد المؤشرات، تتراجع مؤشر EGX 30 بنسبة 2.1% بالمئة ليبلغ مستوى 25344 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.52% ليبلغ مستوى 5764 نقطة. وصعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.21% ليبلغ مستوى 8250 نقطة. قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن الخطر الاقتصادي الأول في العالم هو جيوسياسي، وحذر لومير من أن الصراع في الشرق الأوسط وتزايد انعدام الأمن في الممر الملاحي في البحر الأحمر ووقوع حادث في مضيق تايوان من شأنه أن يثير تساؤلات حول الاستقرار الدولي ويكون له تأثير دائم على التجارة العالمية. في ألمانيا، أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي ارتفاع الصادرات الألمانية بما يتجاوز التوقعات بكثير في نوفمبر، وذلك مع زيادة قوية للطلب في الاتحاد الأوروبي. وأكد المكتب أن الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت 5.4% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفعت الصادرات إلى دول خارج التكتل 1.8%. وأظهر ميزان التجارة الخارجية فائضا قدره 20.4 مليار يورو في نوفمبر مقابل 17.7 مليار يورو في الشهر السابق. أغلق مزارعون طرقا سريعة في أجزاء من ألمانيا من أجل بدء أسبوع من الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لإلغاء الإعفاءات الضريبية على وقود الديزل المستخدم في الزراعة لسد فجوة قدرها 17 مليار يورو في ميزانية 2024. وفي بعض المناطق استخدم المزارعون الجرارات لإغلاق طرق الدخول إلى الطرق السريعة، حيث يخططون للاحتجاج أمام بوابة برناندو بورد في برلين، فضلا عن تنظيم سلسلة من المظاهرات الأخرى بالجرارات في جميع أنحاء الدولة. نهاية أخبار اقتصاد، عود من جديد إلى أدا ودينا. شكرا لك محمد.